بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم كامل في قناتكم، قناة مريم نور لتعليم الخياطة. اليوم بحول الله الفيديو تاع اليوم مخصص للأخوات اللي حابين يخدموا على روحهم ما يعرفوش يفصلوا، يعرفوا يخيطوا ما يعرفوش يفصلوا. راح نديروا الطقم تاع غرفة نوم. المهم حابة ندير دراوس درا معاه زوج مخايط ومعاه كوسان كبار، نشوف واش يفضل لي القماش للكوسان كبار هذا، ما عباليش اصلا واش يفضل لي. شريت هذا وشريت البوبلين كلاسي، هذا البوبلين كلاسي راكم تشوفوا فيه اللونين. المهم انا كامل شريت 5.5 500 ونص، ودوك نشوفوا كيفاه نخدمه. شوفوا البنات لهذا العلبه، برك تخيلوا انها هي السرير، ونقول لكم انا كيفاه زيت واش راح نزيد. المهم المطله هنا عرضها متر وربعين، عرضها متر وربعين، وطولها متر وتسعين، ومنا العلو 20 سنتيمتر. برك انا تما راح ندي الطول هكا، العرض تاعي تاع القماش راح ندي هكا، تما منا 20، وهذه 140، وهذه 140، 180 180، وزدت 6 سنتيمتر من وستة من. نتوما تقدروا هذيك الزيادة حتى تزيدوا 10 من و10 من عادي، بصح ما تزيدوش قل من 5 6، باه الأقل تدخلكم تحت المطلة. شوفوا البنات لهنا هذه ورقة برك. المهم أنا هذا هو اللي قصيته كامل دراوس تاعي، واش نجي نعمل نثني هكا على 4 هكا، قد قد على 4 هكا. نجي لهنا الزاويه هذه، هاي حطيتها لكم لهنا، هذه الزاويه اللي مفتوحه من كل جهات. هنا راح نخدم بسيطه جدا، نجي لهنا احنا قلنا الارتفاع قداه 20، وزائد الزياده تاعنا انا درت زياده شويه تقريبا 10، راح نديرها 9 برك، منها مش مقصوص قد قد. ها نجي منا مثلا نقيس قلنا 20 زيد الزيادة هذيك اللي زدناها، ها هي هنا نعينها هنا راهي باينة تماما. نزيد نجي منا هكا، ها هي هنا بسم الله هكا بخط خفيف برك هكا وهكا، ونقصو هذه كل دقة راح نقصوها بسم الله. نزيد منا الصوتي تاع الخياطة، وخلاص راكم تشوفوا فيه شويه مش مقصوص منا قد قد. دوكا واش راح نجي ندير، كل وحده من هذو نخيطها هكا في خوتها، هكا كل وحده نخيطها في خوتها وخلاص. هاني ثنيتو هكا، ثنيتو نجي منا في الزاويه هذه ونخيط السنتي اللي خليته بسم الله. هنا برك نرجع، كي خيطتو كي نقلبو هاني كيفاه نلقاه، ها ها كيفاه نلقاو هكا. واش نجي دوكا نعمل، نسيرجي اول حاجه نسيرجي، ومن بعد نبدا نركب المطاط لهنا. نجي البنات لهنا هاني سرجيتها لهنا، درت لها زيكزاك برك انا ما عنديش السرجي. واش نجي نعمل، نقيس منا مثلا 20 ولا 18 ولا ندير 20 عادي، ها هي و20 من. ودوكا تبلهو لي كيفاه نركبو المطاط بطريقه سهله جدا. يا بسم الله المطاط برك شريو اللي غالي البنات، ما تشريوش ماشي غالي يعني اللي ما تشريوش هذاك الراخي راهو ليه ليه يفسد.
ربما من اول غسيل الفراش تلقاو فسد. بسم الله هكا دوكا نشد هسه راكم تشوفوا ما كففت ما سرجيت ما درت والو. شوفوا ها بسم الله نحكم هسه شويه واحد سنتي ولاك في عقلي بلا ما نشد نرجع ومن بعد واش ندير. ها نرجع دوكا نولي نشد نشدو مش خياطه زيكزاك كيخرج لي لاستيك. كي نوصل العلامة اللي درت نعاود برك سيب شوفوا البنات نروح نخدم من الجهة في ربعة كيما هكا قبل ما نبدا نكفف كي نخلصهم نبدا دوك الكفة تاعي نبداها في وحدة منهم. ها بسم الله هكا الأولى الأولى الثانية فقط ما تديليش سنتي ونص. ها خلاص دوكا خيط خياطة عادية أمسل زيكزاك نلف اللفة الأولى ثم الثانية. ها ونزيد الثانية هكا ونكمل الكفة تاعي. دوكا راني في الكفة العادية راني بعدت على اللاصيك نكمل الكفة تاعي عادي برك ما نديوش بزاف نديو به ما نقصوش من القماش نديو في الثنيتين واحد واحد ونص هكاك في الثنيتين. شوفوا البنات انا هذا هو الجزء اللي بقى لي من 3 مترات كي نحيت منهم الدراوس. ها بقى لي هذا هكا من العرض تاعو 55 وبقى لي هذا هكا راح دوكا نتصرف فيهم وندير بهم لي كوسان تاعي عندي زوج. المهم دوكا هاني نحيت هذا وجه وجه تاع لي كوسان. ها خمسة وخمسين إلى 55 انتوما دوكا انا كي خدمت وذاك عرفت بلي باه تخدم وشريت مترتين ونص. انتم هذوك مترتين ونص من الاحسن من المره الاولى نشريهم 3 مترات تما بسته راح تخدموا الاس تما ما تعودوش تلصقوا. وذاك لهنا هذا الوجه الفوقاني راح ندير الوجه الثاني راح نعملو هكا ندير بهذا مانيش حابه نديرهم في النص نديرها في جهه خير باش نقص من الاصفر شويه وندير الكري بالجهه الاخرى خيطها بنفس الطريقه اللي خيطت بها المخده مانيش راح نعاود الحقيقه الخياطه نفس الطريقه اللي خيطت بها المخده نعاود نخيطها. اللي ما شافش دوك نحط لكم الرابط يظهر امامكم لهنا الرابط تاع المخده.
البنات شوفوا دوكا انا حنركب الدونتيل في الدرا، عارفين انه الدرا عريض، تسمى قادر يمين لي جهه، قادر جهه كمين، قادر المهم باه ما تجيني شمايله. واش ندير؟ كيما راكم تشوفوا هكا، نحط هذه الزاويه القائمه هنا على الحاشيه، مزلت ما كففتهاش بالعاني، وندير وين حابه نلصق الدونتيل تاعي. حابه نلصقه هنا مثلا، نحط نقطه هنا هكا، نزيد نروح في بلاصه واحده اخرى، ندير عدة نقاط باه نضمن بلي مانيش راح نركبو هكا. المهم نعدلها قد قد، هاني عدلتها قد قد، هاي نزيد نحط نقطة ونروح ندير عدة نقاط هكا باه ونركب دونتيل تاعي عاد. شوفوا البنات لهنا، هذوك القطع تاع اللي نحيتهم الدراوس نقصت منهم شوية وزدت درت معاهم اخرين صوفر، وراح ندير بهم كوسة. دوكا نلصق هذه في هذه وهذه في هذه، وبعدها نجمعهم في بعضهم. تسمى نلصق بالزوج هذه وهذه، حنلصق كامل سنتيمتر باه تجيني هذاك، باه تجيني قد قد. دوكا باه نلصق هذه في هذه وتجيني قد قد، نحط الخياطه على الخياطه تماما، ها هكا الخياطه على الخياطه ونخيط. اذا البنات هذا هو كما راكم تشوفوا الوجه الاول اللي فيه الدونتيل وكل شيء، جا ما شاء الله. فقط الاخوات هذيك الجزء تاع الكروازي باه نوليهكم، خصوصا لاول مره يخدموا باه نوليهكم. برك اخواتي ما ديروش ثلاثه ولا اربعه، قليل على الاقل سبعه ثمانيه باه ما تبانش الفتحه. لكون ديروا مثلا ثلاثه ولا اربعه تصلح، لكن ما تصلحش انها تكون وجه المخده، تصلح تكون الخلف تاع المخده كما اللي نشريوهم بويسك تتفتح. نتوما على الاقل ديروا سبعة ثمانية سنتيمتر، هذيك هي تجيكم مليحة، سبعة ثمانية حتى العشرة مليحة. هذا مكان هذيك الكوسانة الصغيرة انا غلطت فيها، ما زدتش زيادات الخياطة، درت خطأ ما زدتش زيادات الخياطة، معليش. هذا الوجه تاعها هكا، هذا وجه وهذا الوجه تاع الدونتيل هكا درتها برك. دوكا نشوفوا الوجه الثاني، ثاني جا ما شاء الله. وانا الحق الوجه الثاني هذا السامبل عجبني اكثر من تاع الدونتيل، انا نميل دائما الحوايج السامبل. راكم تشوفوا فيه جا ما شاء الله. نتمنى اخواتي تكونوا استفدتوا وانتفعتوا من هذا الفيديو، خصوصا المبتدئات. كل من استفادت تترك تعليق ولايك، ونقول لكم في امان الله.